مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من ان بوكس في الكبسوله، وطبعا بيكون متواجد فيها معانا الدكتور باهر السعيد. والنهارده نتكلم معاه بقى عن موضوع مهم جدا وكمان منتشر ما بين الاطفال، وهو الجدري او الجديري المائي. دكتور باهر بنرحب بيك معانا. اهلا بيك يا فاروق. اهلا يا نوره. ازيك يا دكتور؟ حضرتك طيب؟ دايما كده معانا ودايما بتدينا نصايح مهمه، وكالعاده بنبدا ان بوكس في الكبسوله بنصايح دكتور باهر. أول حاجة هنتكلم عن حاجة موجودة في كل بيت ممكن نستعملها لعلاج قرح اللسان وتبييض الأسنان. حاجة بسيطة خالص ورخيصة وموجودة في كل بيت، بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز، موجودة في كل بيت. المفروض التقرحات بتاعة اللسان دي بتبقى علامة أو عرض لمشاكل صحية كتير جدا، يعني فقر الدم، الاضطرابات النفسية ممكن تعمل قرح في اللسان، نقص الفوليك، حمض الفوليك، نقص فيتامين بي 12، كل ده من أسباب قرح اللسان. برضو التدخين أو أمراض الجهاز الهضمي زي جرثومة المعدة مثلا ممكن تسبب قرح في اللسان. تناول الأطعمة الساخنة سخنة قوي ممكن تعمل، أو وطئ من الأسنان برضو ممكن تعمل قرح في اللسان، فبتبقى مقلقة جدا. فإحنا التركيبة دي المفروض مش حاجة تخلينا برضو ما نعرفش سبب المشكلة عشان تتعالج، لازم طبعا العرض على طبيب عشان نشوف سبب القرح لو كانت متكررة يعني. إنما لو أول مرة تيجي وقرحة بسيطة، بيكربونات الصوديوم سهلة خالص، إن احنا نجيب نص معلقة من بيكربونات الصوديوم في البيت ونعملها زي عجينة كده، وتتحط على المكان اللي فيه القرحة لمدة 3 دقايق 5 دقايق، وبعدين نتمضمض بعدها بمية عادية ونغسل الفم 3 مرات أو 4 مرات في اليوم بالعجينة دي. حل ممتاز جدا لقرح اللسان، أو ممكن معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم نعملها زي مضمضة في نص كوباية مية دافية ونتمضمض بيها 4 مرات في اليوم، بتبقى حل كويس جدا لقرح اللسان. بيكربونات الصوديوم برضو ممكن هي سبب ان هي بتعالج القرح، ان هي بتعادل الوسط الحمضي اللي في الفم، وكمان بتشيل الخلايا الميتة اللي بتصعب التئام القرحة دي. غير بقى ان بيكربونات الصوديوم بتساعد على تبييض الاسنان، هنقول للناس بقى تركيبه برضو بسيطه ممكن نعملها في البيت بالليمون. لا، هو افضل حاجه بيكربونات الصوديوم مع معلقتين كركم، معلقه بيكربونات الصوديوم مع معلقتين كركم مع معلقه جوز الهند، ونعملهم مزيج مع بعض ونستعملهم بالفرش عادي مرة أو مرتين في الأسبوع بس، مش أكتر من كده عشان ما نبوظش المينا بتاع الأسنان. أو ممكن أصلا بيكربونات الصوديوم نفسها نضيفها على معجون الأسنان العادي بتاعنا ونستعمل حكاية بيكربونات الصوديوم دي مرتين في الأسبوع، مش أكتر من كده، هتلاقوا الأسنان بيضة وتمام، وحاجة غير مكلفة خالص. تاني حاجة، دايما لما حد بيجيله نزلة برد بيسأل الدكتور ناكل إيه أو إيه الأكل اللي ناكله، دايماً الدكتور بيقول لكم اشرب شوربة فراخ. فالناس متخيلة أن شوربة الفراخ يعني عشان حاجة دافية، أكيد حاجة دافية بتساعد ويبقى جميلة وكل حاجة، بس شوربة الفراخ مفيدة جداً 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 في رفع المناعة. كتير من الناس ما تعرفش المعلومة دي، أن شوربة الفراخ مش عشان سخنة بس، لأ، شوربة الفراخ كل الأبحاث أثبتت ان هي بتساعد على الشفاء بسرعة من نزلات البرد، لانها بتزود المناعة، لانها بتساعد على زيادة كريات الدم البيضة اللي بتحارب الفيروسات وبتحارب المرض، بتمنع ان كريات الدم البيضة تبقى بعيدة عن ملاقات الجراثيم اللي بتسبب المرض. شوربة الفراخ بالذات فيها فيتامين ألف بدرجة كبيرة جدا، فيها برضو سيلينيوم، فيها مضادات أكسدة عالية جدا، كل الحاجات دي بتزود الجهاز المناعي بطريقة كبيرة جدا. مساعدتها على زيادة كريات الدم البيضة اللي بتحارب الفيروسات المسببة للمرض أو المسببة لنزلات البرد مع مضادات الأكسدة دي، بتخليها هي الوجبة الأفضل في محاربة البرد. غير كده كمان ان اي مشروبات سخنة بتساعد على الترطيب وبتساعد على تطهير الممرات بتاعة الجيوب الانفية لو حد عنده برد. حلو قوي. تالت حاجة، احنا عايزين ندي اساسيات للعناية في البشرة. ايه اساسيات ان اي واحدة او اي واحد يعملها بحيث ان التجاعيد فرصة ان هي تظهر تقل،
وكمان عشان نحافظ على بشرتنا دايما منوره كده وجميله وعوامل السن تتاخر على قد ما نقدر. الاساسيات في حاجتين المفروض نتجنبهم نهائيا وفي حاجتين المفروض نحافظ عليهم. الحاجتين اللي نتجنبهم نهائيا طبعا التدخين رقم واحد، ده اكيد يعني. التدخين ليه بقى؟ هو مش شعارات على فكره، ولا لا التدخين وحش ابعدوا عنه، لا. المفروض في حاجه اسمها خطوط المدخن. خطوط المدخن دي بتبقى تجاعيد عموديه حوالين الفم بسبب السحب في التدخين المستمر. السحب المستمر بيعمل علامات حوالين الفم. غير كده كمان في حاجه اسمها اقدام الغراب اللي بتبقى حوالين العين، اللي بتبقى نوع شائع من التجاعيد بيبقى موجود على الاطراف الخارجيه من العين، بتزيد اكتر وبتظهر بدري قوي عند المدخن. دي مش من الضحك؟ كانوا بيقولوا لنا اللي بيضحك كتير بيطلع له تجاعيد. لا بس بتزيد بقى، بتزيد باسرع عند المدخنين. غير في حاجه مهمه جدا، ان التدخين بيعمل تضييق للاوعيه الدمويه. فعشان بيضيق الاوعيه الدمويه فالدم والاكسجين ما بوصلش للخلايا كويس، فبالتالي ما بيحصلش تجديد للخلايا، فبالتالي الكولاجين والتجديد بتاع الخلايا بيقل، فبالتالي التجاعيد بتظهر بدري. على فكره التدخين السلبي والايجابي، يعني لو جنبك حد بيدخن طول الوقت برضو انت حضرتك هتتاثر بالكلام ده. تاني حاجة بنحاول نبعد عنها حكاية التعرض الكتير لأشعة الشمس. التعرض المباشر لأشعة الشمس من دون استعمال واقيات للشمس، واقي للشمس، ده بيخلي طبقة الجلد سميكة أكتر. فالتجاعيد بتبقى صعبة العلاج أكتر، فسمك التجاعيد بيبقى أشد. فحكاية الواقي الشمس ما نستهونش بيها صيف وشتاء على فكرة، مش في الصيف بس. طب دول الحاجتين اللي المفروض نبعد عنهم. الحاجتين بقى اللي المفروض نحافظ عليهم، اول حاجه طبعا شرب الميه كتير، ده اساسي. الميه هي المفروض الحاجه اللي بترطب، والحاجه اللي بتغذي الخلايا كلها، واللي بتحافظ على ترطيب البشره، وبتحافظ على كل حاجه. تاني حاجه ان احنا نعمل سكراب او ماسكات للبشره مرتين في الأسبوع، مرة أو مرتين في الأسبوع. حكاية تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة دي حاجة مش رفاهية على فكرة. يعني في ستات كتير احنا عايزين حاجة للتفتيح، ويقعدوا يستعملوا كريمات تفتيح ومش عارف ايه وكريمات للتجاعيد، ويقولوا ما بتجيبش نتيجة. طب ما حضرتك انت ما بتعمليش تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع. ليه التقشير مهم؟ عشان نتخلص من الخلايا الميتة ونحفز البشرة إن هي تفرز الكولاجين الجديد وتجيب خلايا جديدة والكلام ده. يبقى احنا ما هو المية ومرطب. والمرطب اللي نستعمله في للبشرة يبقى مناسب لنوع البشرة. لو بشرة دهنية يبقى مرطب خفيف، ملمسه خفيف. لو بشرة جافة يبقى تقيل. واستعمال بقى الاربع حاجات الهامه جدا للبشره، فيتامين سي اللي موجود في الجوافه والبرتقان والكلام ده بشكل يومي، الاوميجا 3 مهمه جدا، فيتامين الف وفيتامين اي من الاكلات زي البقدونس زي الجزر زي الحاجات اللي فيها فيتامين الف وفيتامين اي. الحاجات دي كلها مهمه جدا لمنع التجاعيد وعشان البشره تبقى اصغر من سنها. رابع حاجه، دايما احنا كلنا عارفين اضرار المشروبات الغازيه اكيد، فعشان المشروبات الغازيه ضررها كبير كلنا بنلجا للمشروبات الدايت او اللايت اللي بدون سكر. وفي ناس كتير جدا ما تعرفش ان الخطوره بتاعه المشروبات اللي هي بدون سكر يمكن اكتر كمان من اللي بسكر. عشان الاسبرتام؟ عشان الاسبرتام طبعا. غير كده كمان ان هي في بحث اتعمل اثبت ان المشروبات الخاليه من السكر او زيرو شوجر او اللايت بتسبب السكر من النوع الثاني، وبتعمل مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه، بتسبب الزهايمر، وبتسبب الخرف. كلها حاجات ضرر كبير جدا للانسان. اولا بعد 10 دقائق بس من شرب المشروبات اللي هي اللايت دي، في حمض اسمه حمض الفوسفوريك، ده بيأثر على المينا بتاع الاسنان وبيعمل مشاكل جدا كبيره جدا في الجزء السطحي من السنه. يبقى انت كده بتخسر سنانك بسبب حمض الفسفوريك، بسبب الاسنان. غير كده بقى ان اول ما بتشربه الاسبرتام ده بيدي الكميه الكبيره بتاع الاسبرتام اللي موجوده في المشروبات دي، الجسم بيدي او براعم التذوق بتدي رساله للمخ
ان المفروض في سكريات كتير داخله فبيفرز انسولين بزياده، فهو اصلا الاسبرتام ده مش سكر اصلا، فبالتالي مش هيقدر يعادل كميه الانسولين الزياده اللي الجسم افرزها. فانت بتضطر تاكل اكتر، يعني هتزيد اكتر، هتاكل اكتر، وفي نفس الوقت افراز الانسولين بكثره بالطريقه دي بيسبب كمان ان بيسبب الاصابه بمرض السكر في الاخر. غير بقى احنا قلنا ان هو بيعمل مشاكل كبيره جدا في الاوعيه الدمويه، غير الابحاث اللي اثبتت ان هو بيعمل مشاكل بالاصابه بالخرف ومرض الزهايمر. طب في ناس يا دكتور بتشرب اللي هي المشروبات الغازيه الفاتحه وتقول انه دي ضررها اقل من الغامقه. لا، كل الاثنين ضرره واحد، كل واحد. هي حته اللون دي بتفرق في ان دي نبات الكولا وده نبات، مش فارقة. تمام. خامس حاجة. خامس حاجة احنا هنقول ايه الاعراض بتاع اللوكيميا او سرطان الدم. الاعراض دي مش شرط ان انت يكون عندك عرضين او ثلاثة منهم يبقى انت مصاب بكده عشان الناس ما تتخضش. لا، لازم كل الاعراض مع بعض. احنا بنقول الاعراض دي مش تخويفا للناس، احنا بنقول الاعراض دي علشان لو حد عنده كل الاعراض دي يعمل نفسه على طبيب يحلل او تحليل. يروح متخصص او تحليل للاطمئنان فقط لا غير. السرطان مش مرض مخيف ولا حاجه، الحمد لله الناس عندها اراده ان هي تشفى منه، بس مجرد جرس انذار عشان الكشف المبكر عن اي مرض يبقى سهل علاجه ان شاء الله. الاعراض لازم تكون مع بعض، مش عرضين او ثلاثه عشان ما تخافوش. اول حاجه انتفاخ العقد الليمفاويه في الرقبه وتحت الابط مع مش لوحدها، مع انتفاخ وانزعاجات في البطن، مشاكل في البطن، تورم ونزيف في اللثه، عدوى متكرره كل شويه، مرض ويتعادى كتير وبدون اسباب. غير كده كمان حمى وتعرق ليلي بدون سبب، يعني بيعرق كتير قوي بالليل من غير سبب واضح، فقدان الشهيه والشعور بالامتلاء مع اي كميه اكل بسيطه. غير كده كمان حدوث النزيف والكدمات بسهولة، الشعور بالتعب والإعياء، فقدان الوزن بدون سبب، مرة واحدة كده وزنه راح. الأعراض دي كلها مع بعضها، لو حد بيشتكي من الأعراض دي كلها لازم العرض على متخصص ويعرف سبب الموضوع ده إيه، فالطبيب طبعا هيطلب منه تحاليل، وإن شاء الله ربنا يبعد عنكم أي مرض. أمين يا رب، ربنا يعافينا ويبعد عنا. تمام كده اللي حضرتك قلته كده. نصايحنا خلصت. يلا بينا بقى يا دكتور نخش على موضوعنا النهارده، وزي ما قلت في بدايه الحلقه النهارده هنتكلم عن الجدري او الجدري المائي او الجدير، يعني حضرتك ممكن نقول عليه ايه في البدايه كده، وشكل الاصابه بيكون عامل ازاي؟ هو الجدري هو الجدري المائي، هو نفس الحاجه، هو الفارسيلا، هو التشيكن بوكس، كل دي مسميات للجدري. تمام. او الجدري. هو المفروض بيبقى حبوب صغيره بتبقى معبية مية، بتظهر في الوش والجسم كله. المفروض أحيانا بتتفتح، بتنفجر يعني كده، وبيحصل فيها نسف جواها، بتعمل لون ممكن بني أو قشرة. الحبوب دي بتفضل من 7 لـ10 أيام. بس احنا لازم ننبه لحاجة، إن في حاجة اسمها متلازمة اليد والفم والقدم. دي نفس فكرة الجديري كده، بس بتظهر في ما بتظهرش في الـ في الجسم في الـ لا ما بتظهرش في الـ في البطن والظهر الأول، بتلاقيها بتظهر في الرجل والإيد. فهي لو الحبوب دي ظهرت في الإيد والرجل الأول يبقى هي حاجة من الاتنين، يا أرتكارية أو متلازمة اليد والفم والقدم. إنما لو ظهرت في البطن أو الظهر أو الوجه مع بعض يبقى ساعتها أو دول جديري، وبعد كده بقى بتنتشر في الجسم كله. الحبوب دي ممكن تظهر في أي مكان زي ما قلنا في الجسم، حتى فروة الراس نفسها على فكرة هي ملهاش سن معين. الجديري ممكن لأي سن، بيظهر من أول السنة وطالع، مش أقل من السنة، من سنة وطالع لأي سن. هو المفروض مرض فيروسي سريع جدا في الانتشار، ودي مشكلته. هو مشكلته مش في المرض نفسه، كمرض مش خطير، بس المشكلة ان هو بيسبب ان المناعة بتقل جدا، ويبقى سهل العدوى للطفل المصاب بيه بأي مرض تاني. العدوى بتاعته بتتنقل عن طريق التلامس، عن طريق النفس، عن طريق العطس، عن طريق الكحة، عشان كده هو بتنقل كتير جدا بين أطفال المدارس، بتنقل كتير في الأماكن المزدحمة. لو أصبت بيه مرة في عمرك
مش بتصيب بيه تاني، بتصاب بيه تاني يعني مرة خلاص بس. هي مرة والجسم بياخد مناعة ضدها في اي وقت. بس هو سهل العدوى، سهل جدا وسريع جدا جدا الانتشار، وعادة هو الموسم بتاعه هو شهر 11 اللي احنا فيه ده والفترة اللي هي بتاعت فصل الربيع. طيب دكتور، مين اكتر الاشخاص المعرضين للاصابة بالجدري؟ هو في فئات كتير جدا معرضة للإصابة، رقم واحد طبعا طلبة المدارس، ده أكيد. أساسي يعني ده أساسي. غير كده كمان حديث الولادة لو أمهم ما كانتش أصيبت بيه قبل كده، سهل جدا سهل جدا إن هم يعني هي لو جات لها خلاص هو المفروض بياخد المناعة الطفل لو هو حديث الولادة يعني. غير كده كمان الستات الحوامل اللي ما أصابوش قبل كده بالجدير المائي، لو عندهم طفل عنده جدير سهل جدا ان هم يصابوا بيه. المدخنين من اكتر الناس اللي المعرضين للإصابة بيها بسبب طبعا ضعف بسبب ضعف المناعة. الاشخاص المصابين بقصور في الجهاز المناعي زي مثلا الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي مثلا، او الناس اللي بياخدوا او في امراض معينه برضو ممكن تسبب سهوله الاصابه بالجدير المائي زي السرطان وفيروس نقص المناعه. الاشخاص اللي بياخدوا ادويه استرويديه الكورتيزون يعني مثلا زي مرضى الربو اللي بياخدوا كورتيزون، بيبقى طبعا الكورتيزون بيقلل المناعه فبالتالي بيبقى سهل جدا ان هم يصابوا بيه. واي حد بيشتغل في مكان يكون في اماكن مزدحمه، يعني الاماكن المزدحمه بصفه عامه بيبقى سهل جدا العدوى فيها. طيب دكتور، يعني هل في اعراض ممكن اشوفها على الطفل عندي او حد كبير يبقى عنده لسه بدايه اصابه الجديري؟ الاعراض بتاع الجديري هي رقم واحد الحكه طبعا، بيبقى في هرش شديد جدا وبيزيد بالليل على فكره. المفروض ارتفاع الحراره، بس هو مش في كل الحالات، بس الارتفاع الحراره بيبقى واضح من 38 ل 39. المفروض ارتفاع الحراره ده بيبدا بعد يومين او ثلاثه من ظهور المرض. بيعمل ارهاق شديد، على فكره الارهاق الشديد والتعب ده بيظهر في الكبار اكتر، والاعراض بتبقى شديده في الكبار عن الاطفال. بيعمل صداع في الغالب، الأحيان بيبقى فيه صداع طبعا، طفح جلدي وبينتشر بسرعة كبيرة قوي، فجأة كده بتلاقي الجسم كله بقى كله طفح. الأعراض زي ما قلنا في الكبار بتبقى أكتر. الشكل بقى بتاع الطفح الجلدي نفسه المفروض بيبقى في مجموعات كبيرة في الجسم كله، بيبقى في الوجه، في الصدر، في البطن، في الدراعين، في الظهر، في أماكن مختلفة في الجسم، الجسم كله حتى فروة الراس نفسها بيجي فيها. المفروض بتبدأ بقع صغيرة وبتبقى حواليها مية، حواليها حبوب صغيرة فيها مية. المفروض بتبقى الحويصلات دي بتبقى محاطة بمنطقة احمرار في الجلد. المفروض بتبدأ بنسب بسيطة في أماكن معينة في الجسم، وفي الآخر بتبقى منتشرة في الجسم كله. حتى بيبقى الأم دايما شكوتها إن الولد الجسم كله بقى مليان مرة واحدة كده، الطفح الجلدي في الجسم كله، ودي أهم صفة في الجديري المائي. طيب دكتور، قبل ما نكمل معاك موضوعنا هقرأ لك شوية رسائل من اللي جت. في مسج بتقول لو سمحت يا دكتور، ابني عنده، هي المسج راحت مني. طيب ناخد رسالة تانية، حد عايز علاج التهاب الأعصاب. علاجات التهاب الأعصاب طبعا هي مع طبيب مختص. طبعا يعني هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقدر نقولها الحاجات اللي هي بتحتوي على فيتامين بي، يعني ميلوتون، تراي بي، أي حاجة من الحاجات دي. طيب حلو قوي دكتور، احنا لسه هنكمل كلامنا معاك ولكن هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل إن بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد. مكملين إن بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد، وموضوع حلقتنا النهاردة هو عن الجديري أو الجدري المائي. دكتور حابة أسأل حضرتك، هل الجديري هو مرض معدي، وإيه الفترة اللي ممكن لو حد مصاب بيه يعدي حد تاني؟ هو طبعا زي ما قلنا هو معدي جداً،
من اكتر الامراض الجلديه عدوه، بيعدي بطريقه كبيره جدا، عشان كده هو منتشر في طلبه المدارس. هي بتختلف في الفتره بتاعه الحضانه بتاعه الجدري المائي من شخص للتاني، هي متوسطها من 10 ل 21 يوم، يعني الطفل المصاب بتفضل الفتره بتاعه الحضانه بتاعته 10 ايام يعني، او يصاب بالمرض ويفضل 10 ايام حامل المرض لغايه ما الاعراض تبدا تظهر عليه. المفروض هو معدي قبل ما الاعراض تظهر بيومين، يعني انا لسه ما مصاب بس ما ظهرش، قبلها بيومين ممكن اعد اي حد، وبعد الشفاء باسبوع ممكن برضو اعد، يعني خلاص بقيت تمام بس بعدها باسبوع بيفضل برضو معدي. هو اول المرض واخر المرض، قبل ما يظهر الاعراض بيومين وبعد الشفاء باسبوع بيفضل، عشان كده احنا لازم المريض اللي هو بتاع الجدري لازم يتعزل، لازم يتعزل. المفروض بتصاب مره واحده، ما خلاص انا اصبت بيه مره خلاص اخدت المناعه خلاص. المفروض العدوى عن طريق التلامس، التلامس المباشر، عن طريق التنفس، عن طريق العطس، عن طريق الكحه، عشان كده زي ما قلنا بيتنقل في الاماكن المزدحمه. بالظبط كده. طيب دكتور، هل في خطوره من اللي عنده الجدري؟ يعني الموضوع يعني كبير قوي، ممكن يوصل معاه لمراحل متاخره؟ احنا زي ما قلنا ان هو الجدري هو نفسه كمرض حاجه مش خطيره. واو. مش مميته، مش حاجه، مش مرض مرعب، بس مشكلته ان سرعه انتشار العدوى بتاعته بطريقه كبيره جدا، غير كمان وده المهم ضعف المناعه الشديد جدا للمصاب بيها، يعني الطفل المصاب بالجدري ده بيبقى مناعته ضايعه، عشان كده لازم يتعزل، لازم نحافظ عليه من نزلات البرد، لازم نحافظ عليه من عدوى من اي عدوى تانيه. يعني حتى لما يروح يكشف عند طبيب المفروض ما يقعدش يستنى دور، المفروض يبقى المفروض باي شكل يدخل على طول، عشان لو في طفل مصاب باي عدوى تانية هيلقط منه. يبقى المفروض يبقى ليه عنايه خاصه، حتى يبقى لو رايح يكشف يبقى في لينك بينه وبين الطبيب، ده ابني عنده جدري عشان يدخله على طول. لو هيروح مستشفى نفس الكلام، ويلبس يعني طبعا كمامة. لازم كمامه ولازم الاجراءات الوقائيه. طيب لو ما اتعالجش واهملنا علاجه، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ المضاعفات بسبب قلة المناعة، ممكن لا قدر الله يوصل التهاب رئوي بسبب ضعف المناعة، بسبب ممكن يحصل عدوى بكتيرية سنوية منها التهاب الرئوي، ممكن التهاب القرنية، اخطر حاجة بقى حاجة اسمها متلازمة ري. متلازمة ري دي المفروض هي دي حاجة خطيرة جدا، ده مرض عصبي حاد، المفروض بيتطور عند الأطفال بعد الإصابة بالإنفلونزا والأمراض الفيروسية بصفة عامة منها الجدري. المفروض متلازمة ري دي بتأثر أو بتعمل تجمع دهون حوالين الكبد، بتعمل مشاكل في الدماغ، ورم في الدماغ. هو مرض نادر بس ممكن يحصل في إهمال العلاج. هو المفروض كلمة ري دي راجعة لعالم استرالي اسمه ري، هو اللي اكتشف المرض ده سنة 63. المفروض هو المتلازمة دي بتحصل في فترة الشفاء من أي مرض فيروسي منهم الجدري، وكمان ممكن تحصل بعد التسمم بحاجة اسمها الورفارين أو الأفلاتوكسينز أو استعمال الأسبرين للأطفال. احنا دايما بنقول للاطفال الصغيره ممنوع استعمال الاسبرين، الاطفال اللي هم اقل من 15 سنه ممنوع منعا باتا استعمال الاسبرين، ما عدا حالات خاصه اللي عندهم مشاكل في السيوله او كده بيبقى تحت اشراف طبي. انما انا بنبه على حاجه زي كده لسبب ان في علبه شهيره اسمها اسبوسيد اطفال، بس هو اطفال فهم متخيلين ان هي بتاعه اطفال، لا بالزبط. هي كلمه اسبوسيد اطفال عشان الشكل الصيدلي بتاعها ان هو على شكل على شكل حبوب مدغ او استحلاب، فالناس متخيله طعمها حلو وطعمها حلو فيلا ندي للاطفال، لا غلط جدا جدا جدا. الحبوب دي معموله لسيوله الدم لمنع الجلطات في حالات معينه لمرضى القلب. لو طفل مريض قلب الطبيب بيكتبها له تحت اشراف الطبيب مش من نفسنا، مش بقى لو انا عندي الواد عيان او درس وجعه او بتاع ادي اسبوسيد، لا. الاسبرين في الاطفال ممكن يسبب متلازمة ري اللي بتأثر على الكبد وبتأثر على الدماغ، لازمة من أخطر ما يمكن. لأن أنا بشوف حتى في الناس اللي هو مستوى الثقافي بتاعهم أقل شوية، دايما معتقدين أن حباية الأسبرين دي هي الشفاء من كل الأمراض يعني. حقيقة. ده حقيقي. طيب نكمل رسالة يا دكتور، في مسج بتقول إنبات الدقن ضروري جدا يا دكتور.
هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تجيب نتيجة في إنبات الدقن مادة المينوكسيديل جل اللي على شكل جل. هي دي من أكتر الحاجات اللي بتجيب نتيجة، هي مش مع كل الناس على فكرة، بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتجيب نتائج مع الناس، هو مادة المينوكسيديل 5% على شكل جل. أوكي. طيب نور إبراهيم بتقول في ضيق في النفس، الحساسية في الصدر، وزيادة في ضربات القلب لبنت عمرها 27 عام من طفولتها لحد دلوقتي، وهي كده وزادت كمان لما كبرت، وفي كحة شديدة خاصة في البرد وحساسية مضاعفة 3 مرات، يعني من وهي صغيرة عندها المشاكل دي لحد ما كبرت. سرعة ضربات القلب دي لازم رسم قلب ولازم العرض على طبيب بتاع قلب يظبط لها حاجة تنظم ضربات القلب ده مبدئيا. بالنسبة تمام. للحساسية المزمنة، أي حد بيعاني من حساسية مزمنة من أفضل الحاجات اللي بتجيب نتائج كويسة البدائل بتاعة السنجولير زي الأزمة كاست أو السيدو كاست أو الكو كاست، تركيز 10 ميلي جرام حباية يوميا بعد العشاء لمدة 2 أو 3 شهور حتى ما فيش مشكلة، مع زادتين راس مرتين يوميا لمدة 1 أو 2 شهر، دول بيجيبوا نتائج كويسة بالنسبة لحساسية الصدر وحاجات مأمونة جدا. طيب في رسالة تانية بتقول علاج قشرة سميكة على فروة الرأس تم رؤيتها على جهاز كشف فروة الشعر، ايه الشامبو المناسب ليها؟ هو في انواع كتير طبعا، نيزابكس كويس جدا، نيزورال، فيه تريتو انتي داندرف، في داندل، اي حاجه من الحاجات دي، شامبو يوم بعد يوم مع حاجه بقى من تركيبه السلسلك مس زي الدبروسالك او الكريلا محلول كل يوم بالليل. يعني الشامبو لوحده عاده ما بقاش مؤثر في الحالات اللي زي كده، لازم حاجه موضوعيه، مس موضعي، دبروسالك او كريلا، اي واحد منهم مس مره يوميا مع استعمال اي شامبو من اللي قلناها. لمده قد ايه يا دكتور؟ المس لمده شهر، الشامبو طول ما فيه القشره موجوده بستعمله. تمام. طيب مصطفى العشري بيقول في علاج للصدفيه فعال، لان للاسف ما فيش اي علاج بيجيب نتيجه، حتى الابر والادويه بترفع انزيمات الكبد وعند توقفها الصدفيه بترجع أسوأ من الاول، فما الحل؟ هو للأسف ما فيش إلا العلاج الموضعي هو ده الـ 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 المتاح، يعني إنما علاج نهائي لغاية دلوقتي ما فيش. في علاج كانت وزارة الصحة وافقت عليه اسمه تريمفايا، بس لسه ما اعتقدش ان هو تواجد في السوق لسه، برضو هو علاج بيولوجي للصدفية، انما مبدئيا الحاجات بقى اللي هي موضعية احنا كنا نصحنا في قبل كده في حلقة هنا في الكبسولة بالكريمات المحتوية على حبة البركة. في كريمات في الصيدليات بتحتوي على حبة البركة زي بايو كير كريم مثلا كمثال ليهم، الكريمات بتاعت حبة البركة بتقلل الاعراض خالص، مش كورتيزون ولا حاجة، فانت تستعمل حاجة من الكريمات بتاعت حبة البركة دي 2 أو 3 في اليوم، مع استعمال حاجة كورتيزون في الحالات الشديدة بس زي دايكالديرم كريم أو دايفوبيت كريم مرة يوميا في الحالات الشديدة فقط. وحبة البركة على فكرة لما بتتاخد بالفم ممتازة جدا مع عسل نحل، وعلى فكرة حبة البركة في منها كبسولات في الصيدلية هي قليلة قليله جدا بس رخيصه جدا، شريط ب2 جنيه ولا ب3 جنيه ولا حاجه، عطار وشويه عسل نحل او حبه البركه كده. لا وفعلا حبه البركه دي يعني كنز من كنوز الطبيعه فعلا، يعني انت مش متخيلين فايدتها عامله ازاي. طيب رساله كمان بتقول لو سمحت انا بنتي عندها 3 سنين مش بديها اي فيتامينات خالص بقالي فتره، عايزه اعرف ايه الفيتامينات المفروض تاخدها في السن ده؟ عندها كام؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين ممكن هي يعني لو مش بتعاني من اي حاجه وبتاكل كويس وبتاكل فاكهه وخضار مش محتاجين حاجه يعني. طب لو مش محتاجين مثلا. انما انت تعملي لها صوره دم، اهم حاجه صوره الدم وتشوفي، لان لو في انيميا ده بيأثر عليها بعدين، بيأثر على النمو، بيأثر على التركيز، بيأثر على تفكيرها لما تيجي تخش المدرسه. فالمفروض اول حاجه بس تعمل صوره الدم، لو صوره الدم تمام خلاص تهتم بس بالغذاء كويس ولا حاجه، انما لو صوره الدم فيها مشاكل تاخد بقى حاجه للانيميا، ممكن اي حاجه حديد، لو تمام خلاص تهتم بس بالفاكهه والخضار وخلاص اهم حاجه. تمام. طيب محمد فتحي بيقول عندي قرحة بالمعدة والارتجاع والحموضة، وكمان حاجة لتمزق العضلات لأن أنا بتجيلي بشكل كبير جدا وبسخن كويس وبعمل كمان استرتشات. تمام، يعني هو عايز حاجتين،
حاجه لقرحه المعده والارتجاع والحموضه، قرحه المعده والارتجاع لو انا من رايي تبقى تعمل برضو تحليل جرثومه معده ضروري، لان عاده الجرثومه هي اللي بتسبب الاعراض دي كلها. لو مفيش جرثومه وعايز تاخد اي حاجه ممكن تاخد اي حاجه من البروتون بامب انهيبيتورز، دي هو ده افضل الحاجات يعني لعلاج قرحه المعده، حاجه زي مثلا اوميز او داونوبرازول او بيبزول او اسبوفانز، اي حاجه من دي، تركيز 20 قبل الفطار والعشاء مع حاجه من ماده حاجه زي الموزابرايد او الفلوكسابرايد قبل الغداء والعشاء، دول من افضل الحاجات لارتجاع المريء وقرحه المعده. واشرب جنزبيل كتير، الجنزبيل جميل جدا في موضوع قرحه المعده وموضوع حتى الجنزبيل نفسه كمان بيقضي او بيساعد على القضاء على جرثومه المعده. الجنزبيل كمان. جنزبيل مش حامي على المعده شويه؟ لا لا خالص، ده بالعكس، احنا الجنزبيل كمان للناس اللي بيجي لها غثيان والناس اللي بيجي لها احساس بالقيء كتير مفيد جدا جدا. في راس في الصيدليه، راس جنزبيل في الصيدليه او الجنزبيل المشروب العادي يعني. الطبيعي بتاعنا جميل جدا، وكل الابحاث اثبتت كمان ان هو قاتل لجرثومه المعده. بالنسبه بقى للعضلات ممكن ياخد اي حاجه فيها فيتامين بي، ده اساسي، ياخد له مثلا حقنه نيوروتون او ليفا بايون او بي نيوروبين نيوروفيت ديبو، اي حاجه من فيتامين بي كل 3 ايام امبول، وياخد حاجه بسط للعضلات خفيفه كده زي نورجيسك مثلا، مفيده جدا. ولو بيجي له تقلصات كتير حاجه بقى كالسيوم ومغنيسيوم مع بعض زي كالماج مثلا. طيب نرجع تاني يا دكتور لموضوع حلقتنا وهو عن الجدري المائي، ازاي بقى نتعامل بشكل صح لو حد من افراد الاسره اصيب بالجدري المائي؟ احنا قلنا اول حاجه العزل. العزل يعني احنا دايما نحط قاعده، مش في الجدري بس كمان اي مرض معدي. انت في الاطفال بالذات، انت حضرتك اكيد هتزعلي لو ابنك طفل تاني عداه، بالظبط، انت برضو تخافي على اطفال الغير، صح؟ فالولد يعني اصيب المفروض راحه تامه لمصلحته ولمصلحه زمايله يقعد في البيت، ده رقم واحد. على فكره الراحه التامه المفروض توصل ل 21 يوم عشان احنا قلنا ان هو حتى بعد ما بيخف خالص بيبقى أسبوع. ممكن اسبوع يعدي كده عرضه ان هو يعدي يعني. اي حد فالمفروض 21 يوم. غير كده كمان المفروض احنا هو يغسل ايديه اول باول، واللي حواليه اللي في البيت المفروض يبقى حتة العناية بالتطهير أكتر، لأن احنا معرضين إن احنا نتعدى منه لو ما كانش جالنا جداري قبل كده. كمان المفروض طبعا كمامة زي ما فاروق قال، ده كمامة ده أساسي، حاجة بتتنقل عن طريق النفس. فالكمامة ليه برضو واللي حواليه اللي قاعدين معاه في البيت. المفروض يلبس ملابس قطن، قطن وتكون واسعة، احنا مش عايزين الحبوب دي تتجرح تتفجر، يبقى في احتكاك، بلاش الاحتكاك خالص. كمان المفروض احنا زي ما قلنا ان الطفل بيبقى مناعته ضعيفة جدا جدا جدا، فالمفروض نحاول نبعد عنه اي حاجة ممكن تجيب له برد، اي حاجة تجيب له مثلا نزلة معوية، اي حاجة كده، حتى لو راح يكشف عند طبيب زي ما قلنا يدخل الاول ما يستناش، او لو راح مستشفى ما يتعرضش للمرضى اللي في المستشفى عشان ما يتعرضش لاي عدوى. في ناس دايما تقولك بلاش سمك، بلاش لبن، بلاش بيض، لا مفيش كلام من ده، عادي ياكل سمك، ياكل لبن، ياكل بيض، مفيش اي مانع على فكره من اي مصاب حتى لو انا عندي برد. البرد دايما ممنوع فيه الاكلات دي، مفيش كلام من ده، مفيش اي اساس علمي لكده. انت لو عندك حساسيه من السمك اوكي، لو عندك حساسيه من البيض اوكي، حساسيه من اللبن اوكي، انما ياكل عادي، الطفل بتاع الجدري ياكل عادي مفيش مشاكل خالص، ياكل سمك، زبادي، بيض، لبن، اي حاجه، مفيش موانع، تمام. انما احنا في الحالات السخونيه الناس بتعتقد لو حد سخن قوي لا بلاش سمك ولبن وبيض، لا يا جماعه مفيش حاجه خالص، مش ممنوع ولا حاجه، علاقة؟ لا خالص، بس في حاجه، لو طفل او حد سخن قوي واديته اكل دسم بزياده المعده المفروض تعبانه جسمك أصلاً. المعده تعبانه او ان انت مثلا بتاخد مجهود او طاقه زياده فممكن تسخن اكتر، تخفف، يبقى اكل خفيف سهل الهضم، شوربه واحده اكل زي ما قلنا في اول الحلقه بتجيب نتيجه فعاله، شوربه الفراخ زي الفل والليمون زي الفل. دكتور لسه هنكمل معاك طبعا، يعني اتكلمنا معاك وكمان اسئلتنا، هنطلع لفصل صغير وهنكمل لسه مع دكتور باهر السعيد وانبوكس في الكبسوله. ورجعنا لكم مرة تانية وإنبوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد وموضوع حلقتنا النهاردة عن الجديري. دكتور، هل الاستحمام هنا مسموح
عندهم جديري؟ هو الاستحمام مش إجباري يعني مش لازم يستحمى عشان يبقى كويس أو لا، هو مش إجباري بس مش ممنوع برضه. بس أهم حاجة الاستحمام ده يبقى بحد أقصى مرتين في الأسبوع مش أكتر من كده. المفروض هو الاستحمام مش بيأثر على العلاج أصلا، بس نخلي بالنا بس من شوية حاجات. أول حاجة المفروض الاستحمام يبقى بمية فترة، ولا سخنة ولا ساقعة قوي. المفروض تنشف الجلد بطريقة الطبطبة كده، مش انك تقعد عشان ما نجرحش الحبوب دي او ما تنفجرش يعني. المفروض برضو ما يبقاش بليفة، المفروض يبقى بأسفنجة او حتى من مية وخلاص مية. يبقى افضل يعني. المفروض كمان طبعا اساسي الفوطه اللي الطفل او اللي بنطبطب بيها دي يبقى هو ليه هو لوحده، ولازم تتعقم وتتغسل بعدها على طول. طبعا الافضل حاجه يبقى شامبو اطفال، اللي هي الشامبوهات اللي هي الطبيه دي بلاش منها، يبقى شامبو اطفال كويس قوي، بلاش صابونه طبعا. المفروض اقصى حد زي ما قلنا مرتين مش اكتر من كده. انما هو في الاخر، لان في ناس دايما معتقده جدري بقى ما يستحماش، ده حقيقي. لا وفي مس ازرق كده ماشي، مفيش مشكله. المهم المس الازرق الجنتيان على فكره من مضادات الفيروسات القويه على فكره، انا فاكره من وانا صغيره قوي. طيب ماشي. دكتور، ايه هي بقى روشته علاج الجدري المائي؟ الجدري المائي الروشتة اللي اي طبيب طبعا، لازم اي حد مصاب بالجدري يلجأ للطبيب المختص، ده اساسي. بس احنا هنقول الحاجات الطبيعي او اللي في العادي بتتكتب يعني. تمام. اول حاجة طبعا يبقى فيه ملطفات ومرطبات للجسم، اللي هي زي اللوسيون اللي موجود في الصيدلات، زي الكلاميل مثلا. كلاميل او زينكوديرم او هايبنتين، اي حاجة من الحاجات اللي هي المرطبة للجسم. المفروض دي بتتدهن للجسم كله الصبح وبالليل. وطبعا لازم ننبه للام لما تيجي تحط لابنك تغسلي ايدك كويس بعدها عشان ما تعديش نفسك او اي طفل تاني في البيت. تاني حاجه لازم مضاد الهستامين، دواء حساسيه يعني. لو طفل المفروض من افضل الحاجات اللي هي الحاجات بتاعه ليفوهستام او ليفسيت او تلفاست او زيرتك، اي دواء حساسيه. وللكبار اقراص للحساسيه بتاخد حبايه يوميا، يبقى ملطف للجلد زي الكلاميل. تاني حاجه حساسية. مضاد الحساسيه. المضادات الحيويه هي ملهاش لازمه في الحاله دي، لان المفروض ده فيروس، مش علاجه مضاد حيوي. علاجه بالمضادات الحيويه لو اتقلب لعدوى سنوية، عادة العدوى الفيروسية دي بتتقلب لعدوى سنوية بكتيرية، ساعتها بياخد مضاد حيوي. بس طبعا لازم الطبيب هو اللي يقرر ان الحالة تستدعي ان احنا نزود مضاد حيوي ولا، انما في البداية لا، ما تديش مضاد حيوي خالص، ملوش اي لازمة. كمان خافض الحرارة، ما ينفعش تدم مادة الديكلوفيناك او مادة الايبيبروفين في حالة الجدري. في ابحاث اثبتت ان هي بتبوظ الموضوع اكتر. الصح مادة الباراسيتامول. يبقى مادة الباراسيتامول للأطفال أو الكبار، هي لو في سخونية في الجدري هي دي أنسب حاجة، مادة الباراسيتامول زي سيتال، بنادول، أدول، برامول، أي حاجة مادة الباراسيتامول. إنما بلاش بروفين، بلاش دولفين، بلاش فولترين، بلاش الحاجات دي. مادة الباراسيتامول هي الأفضل. طيب ممكن أطباء يدوا مضاد للفيروسات زي زوفيراكس أو فيروستات، بس طبعا ده طبعا لازم تحت إشراف الطبيب، ما تدوش مضاد فيروسات لوحدكم. طيب الدهانات، الكريمات، ممكن في كريمات للفيروسات اسمها سايكلوفير كريم أو سايكلوستاد، ممكن برضو عادي. أحيانا بيدوا حاجة زي الفيوسيدين لو الحباية كبيرة وعاملة صديد، ماشي. طيب نرفع الادويه بتاع المناعه، ممكن نديها معاهم حاجه ترفع مناعه الطفل. طبعا افضل حاجه ترفع مناعه الطفل في الحالات اللي زي كده الزنك وفيتامين الف. هو ده اهم حاجتين لحاله الجدري المائي اللي ممكن نديهم للطفل، حتى لو الاكلات اللي فيها زنك وفيتامين الف. تمام. طيب ناخد بس شويه رسائل معانا كمان علشان خاطر الوقت بيجري بسرعه. طيب في رسالة من كوكي بتقول: من فضلك يا دكتور، جوزي بيستعمل بخاخة اسمها ديلتارينو للجيوب الأنفية على طول ومش بيقدر يستغنى عنها، ممكن حضرتك تقول لي العلاج ايه؟ وكمان عايزة حاجة لزيادة التركيز في المذاكرة لعشرة و13 سنة. طيب بالنسبة للديلتارينو دي هي قطرة كويسة جدا، بس دي مضادة للاحتقان، المفروض نستعملها 5 أيام أسبوع ونوقفها، ما ينفعش.
ما ينفعش الاستمرار عليها على طول، غلط جدا. طب لو وقفها وعنده مشكلة، زيها زي الأوتريفين، زيها زي الأفرين، البخاخات دي يا جماعة ما ينفعش الاستمرار عليها على طول، غلط جدا جدا جدا، لأنها بتعمل مشاكل في أو ضمور في الأغشية المخاطية المبطنة للأنف. هي دواء كويس لو اتاخد الفترة بتاعته، إنما كتر الاستعمال غلط جدا. في ناس عايش عليها. لا غلط طبعا، الأوتريفين والحاجات دي غلط جدا، وإحنا عملنا هنا حلقة الجيوب الأنفية اتكلمنا في النقطة دي. على فكرة البخاخات بتاع الكورتيزون أأمن منها، البخاخات اللي هي بتحتوي على الكورتيزون أفضل وأأمن للحالات الجيوب الأنفية المزمنة من البخاخات مضادة للاحتقان. دي لازم، لأن كده كده البخاخات بتاع الكورتيزون ده نسبة الكورتيزون فيها دي بسيطة جدا اللي بتوصل الدم، فبتعملش مشاكل. أو الأفضل بقى والأأمن خالص البخاخات اللي هي بتاعة مية البحر، زي الفيزيومير بخاخ، زي الماريمير بخاخ، زي الحاجات دي، او في جل كنا اتكلمنا عنه اسمه جيلينوز جل. الحاجات دي هي دي الامن على الاطلاق في حاله الجيوب الانفيه. بس برضو بنصيحتي للاستاذ ان هو مش الموضوع مش بخاخات بس، امشي على حاجه للحساسيه فتره تغير الفصول دي، زي ليفوهيستام، لفست، الفاست، اي حاجه من الحاجات دي، حبايه كل يوم بالليل لمده شهر او شهرين هتديك وقايه ممتازه جدا. مع حاجه زي ازماكاست، يبقى حبايه ازماكاست مع حبايه ليفوهيستام او لفست، حبايه كل يوم بالليل لمده شهرين، دول زي الفل مع استعمال ميه البحر او اي جل للانف زي الجيلينوز جل. انما بلاش القطرات او البخاخات مضاده للاحتقان، دي هتعمل لك مشاكل. طيب. بالنسبه للتركيز للسن ده 13. الحاجات اللي هي بتحتوي على الاوميجا 3 او بتحتوي على زيت كبد الحوت، اي حاجه من الحاجتين دول، بس لازم تعملي الاول صوره دم برضو وتشوفي اذا كان في انيميا ولا لا، لان الانيميا بتاثر بشكل كبير جدا على التركيز بالنسبه للاطفال. بالنسبه للحاجات التجاريه اللي موجوده في السوق فيها زيت كبد الحوت، حاجه اسمها هاي سيز، سيلفر سيز، افاليكس، او اوميجا ار اكس، اوميجا 3 بلس، زاندروس، اي حاجه من الحاجات دي، لو مشى عليه الطفل لمده اللي هو 10 سنين 13 سنة لمدة 3 شهور بيظبط الموضوع خالص. في رسالة كمان بتقول أنا عامل عملية غضروف عنقي فقرة 5 و6 وتركيب قفص كربوني منذ سنة ونصف، والآن أشعر بألام بالرقبة مع طقطقة خفيفة عند تحريك الرقبة شمال أو يمين أو خلف مع الإحساس بدوخة، وخايف جدا لا يكون حصل حاجة في العملية. لا ما هو انت خايف لازم تعمل اشعه وتشوف بالظبط. فلازم طبعا تلجا لطبيب مخ واعصاب يشوف. لازم تطمن على نفسك. في ناس بتبقى تقلق بتخاف ان انا اروح اعمل اشعه واتاكد من الاقي حاجه وحشه. لا فانت ما تسيبهاش كده، ممكن الموضوع يكون بسيط دلوقتي محتاج علاج، لو سبته او سبت نفسك لا قدر الله ممكن تحتاج عمليه تانية، فالحق نفسك واعمل اشعه والجا لطبيب مخ واعصاب يشوف. طيب صلاه بتقول لو سمحت يا دكتور عايزه حاجه فاتح للشهية للكبار وملوش أي أضرار على طول، عندي وجع في معدتي وحموضة ومش بحس بجوع وعدم الهضم. تمام. ممكن تاخد حاجة برضو من البروتون بامب انهيبتورز زي البيبزول أو داونبرازول أو أوميز قبل الفطار والعشاء، تركيز 20، وتاخد حاجة للمهضمة وفتح للشهية في نفس الوقت زي دايجستين أو دايجينورم قبل الأكل 3 مرات. وفي دواء شرب سحري لفتح الشهية رخيص جدا ب5 جنيه اسمه فيتافوس شراب، تاخدي منه قبل الأكل 3 مرات أو قبل الغداء والعشاء حتى كفاية، دول هيظبطوا الموضوع معاك يا خالص. طيب برضو رسالة تانية، واحدة عايزة حاجة لتقشير آمن، تقشير بشر. من أفضل الحاجات وأأمنها على الإطلاق في كريمات في الصيدلية اللي هي مادة الأدابلين زي الأدابلين جل أو ماربلين. ممكن دهان بالليل يتشطف بعد ساعة وبعدين نحط كريم مرطب. يعني انت المفروض بتعملي بيه، او حتى بعد نص ساعه يتشطف، كفايه نص ساعه مش شرط ساعه، تعملي بيه فرك للبشره كده لمده 3-4 دقائق وتسيبيه نص ساعه وتشطفيه، وبعدين تحط كريم مرطب مرتين في الاسبوع. يعني التقشير ده يبقى مرتين في الاسبوع. ممكن استعمال ماسكات من الماسكات الشهيره اللي في السوق، اي ماسك مناسب لبشرتك. برضو احنا زي ما قلنا في اول الحلقه، انت عشان تحافظي على بشرتك لازم تعملي التقشير ده بشكل دوري عشان تتخلصي من الخلايا الميته. والتقشير بتاع الماربلين ده او الادابلين حتى مفيد في كمان في الحاجات اللي هي اثار الحبوب. طيب دكتور ده بيعمل زي تقشير خفيف كده اللي هو زي السكراب ولا بالزبط. بيبقى بيسيب بقى قشر على الوش بيبقى شكله باين؟ احنا بنقول عشان كده نشطفه بعد نص ساعه
تحط مرطب كده مش هيعمل مش هيقصر اي حاجه. بس ميزته كمان عن ماده الهيدروكينون، لان في ناس بتلجا لماده الهيدروكينون، الهيدروكينون دي بتسلخ البشره خالص زي الليكوسيد والتريتوس بتعمل كان البشره محروقه اه دي الحالات معينه والطبيب بيكتبها في حالات معينه، انما المربلين مقشر خفيف خالص ومأمون يعني. تمام. طيب داليا بتقول من فضلك يا دكتور انا عندي مشكله خبطتني عجله في اخر الساق عند الكعب وانا عندي عرق النسا وانحلال في القطنيه العجزيه وانزلاق في القطنيه واخدت دمره صباحا ومساء وبدهن مرهم اسمه ايبيومنتول وبتوجعني جدا كل يوم اكتر من الاول، تنصحني بايه؟ لا هي كده لازم طبعا برضو تعمل أشعة وتشوف نفسها عشان حكاية الفقرات اللي عندها دي بتقول هي مخبوطة صح؟ هي اتخبطت أصلا يعني وهي عندها مشاكل مثالي في ظهرها وعندها عرق نسا. لا هي دي ممكن هتحتاج على فكرة تدخل بالكورتيزون، بس لازم طبعا طبيب مختص وتاخد حاجة لالتهاب الأعصاب برضو تحت إشراف طبيب مختص. هتحتاج الحاجتين دول، ممكن تحتاج كورتيزون وتحتاج حاجة مضادة لالتهاب الأعصاب، بس عادة طبعا لازم يعني تروح للاتنين دكاترة. لا هي هتروح لمخ وأعصاب دكتور عمود فقري، عمود فقري، عمود فقري سواء العظام، أصل العمود الفقري الاتنين بيشتغلوها بتوع المخ والأعصاب وبتوع العظام عمود فقري. تمام. فأي واحد من الاتنين فعشان لأن الكورتيزون لازم يبقى تحت إشراف الطبيب، فالحالات دي بتبقى محتاجة مضاد التهاب قوي زي الكورتيزون. تمام. طيب رسالة تانية، مريضة سكر عندها 65 سنة ودايما عظمها تعبها وركبتها ورمة ومش قادرة تتحرك ولا تعمل حاجة وأعصاب إيديها بدأت تسيب ومش بتقدر تاخد المسكنات عشان معدتها بتتعبها. ماشي، نقول لها حاجة بعيد عن المسكنات خالص، ممكن تاخد حاجة من خلاصة الأفوجادو اللي احنا كنا اتكلمنا عنها زي الأفوصويا أو باسكالدين 300 يدا قبل بعد الفطار والعشاء مع حاجه زي جلوكوزامين، ماده الجلوكوزامين زي جينيوفيل بعد الفطار والعشاء، يبقى افوصويا وجينوفيل مرتين يوميا لمده 3 شهور اقل حاجه، ده هيظبط موضوع الخشونه بعيد عن المسكنات وبعيد عن اي حاجه. ولو عايزه مسكن طبيعي مامون معاهم بعيد عن كل المسكنات، الجنجر اللي هو خلاصه الجنزبيل، حبايه بعد الاكل 3 مرات باستمرار. انا عارف ان الجنجر قليل بس مفعوله سحري، يعتبر حاجه طبيعيه ومسكنه للالم، مفيش منها اي ضرر. حلو قوي. دكتور عايزين نعرف منك بقى يعني طرق الوقايه من الجدري. الوقايه من الجدري المفروض اول حاجه العزل الطفل اللي احنا قلنا عليه اللي هو تعبان بالجدري، المفروض فيه لقاح للجدري المائي. اللقاح ده ممكن اي حد ياخده، لو ما كانش اخده قبل كده الاطفال مراهقين بالغين، فيه لقاح للجدري المائي. تمام. وده اكتر حاجه بتدلنا وقايه من الجدري المائي. المفروض هو امن جدا على فكره، ما فيش منه اي ضرر. المفروض نزود الاكل اللي بيزود المناعه زي فيتامين سي، الجوافه بقى وال على فكره فيتامين سي في ابحاث قالت ان هو جاب نتائج في علاج كمان حاجه زي الحصبه والجدري لوحده كده لو اخذناه بجرعات عاليه. فالاهتمام بالاكل اللي فيه نسبه فيتامين سي عالي، المفروض يعني نحاول ما نختلطش في اماكن مزدحمه لو في حد عنده الجدري، لبس الماسكات بقى والنظافه بتاع البيت كله ونظافه كل المخالطين بالمرض، المفروض او بالمريض اللي في البيت، المفروض يبقى فيه تهويه كامله في المدارس في الفصول بتاع المدارس عشان نقل العدوى عن طريق التنفس. الحاجات اللي بتزود المناعه زي ما قلنا فيتامين سي، فيتامين ألف، الزنك، الفيتامين دال، الحاجات دي كلها بتزود المناعة مش للجدري بس، لأي مرض. دكتور باهر يعني نورتنا ودايما كده بنستفيد منك، وإن شاء الله نشوفك على خير الأسبوع اللي جاي. نورتنا جدا. شكرا دكتور. شكرا يا نورة. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس في الكبسولة، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي على خير. باي باي.